شعبان، وماذا نقول في بداية هذا الشهر الجميل والجليل؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. آمين يا رب. كل عام وأمتنا العربية والإسلامية بشكل عام، وشعبنا الفلسطيني المسلم المصابر بشكل خاص، وهم جميعا بألف خير. نعم. بمناسبة هلال شهر شعبان المبارك. طبعا شهر شعبان شهر خير وبركة، ولعل هذا الشهر له نصيب من اسمه. هو سمي شعبان لتشعب طرق الخير في هذا الشهر الكريم المبارك. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، فحتى أمنا عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أراك تصوم أكثر هذا الشهر، فرد عليها قائلا أنه ذاك شهر، بتكلم عن شهر شعبان، يغفل عنه، يغفل الناس عنه، وهذا الشهر يقع بين رجب ورمضان. فبالتالي العلماء لما علقوا على هذا الحديث قالوا أول شيء الإنسان يستحب له أن يكثر من الصوم في هذا الشهر شهر شعبان. ليش؟ قال من باب الاستعداد لشهر رمضان. الإنسان إذا ما دخل على شهر رمضان بشكل مباشر قد يتعب، قد يشعر بالثقل. فبالتالي هو بتدرب، من خلال من خلال صيامه في شهر شعبان المبارك. نعم. كذلك أحبابنا، إحنا الإنسان بده يتميز، نعم. في الطاعات. والتميز في الطاعات، الناس مثلا مفطرة وأنت صائم، الناس نائمة وأنت قائم. نعم. الناس غفلانة عن قراءة القرآن وأنت شغال على القرآن الكريم، بتختم مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. نعم. في شهر شعبان، لأنه شهر شعبان دورة تدريبية. إذا ما دخل عليك شهر رمضان، نعم، بتكون على أتم الجهوزية وعلى أتم الاستعداد. طبعا الآن لعل البعض يقول طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم صام الشهر ولا ما صامش الشهر؟ لدينا روايتان فيما يتعلق بموضوع صيام شهر شعبان. رواية بتقول أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، رواية أخرى أنه لا، ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا شهر، شهر اللي هو إلا شهر رمضان. طبعا إذا ما تعارض المثبت مع النافي يقدم المثبت على النافي. فالمثبت أنه صام، صلى الله عليه وسلم اللي هو شهر شعبان. النافي انه قول عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا الا الا شهر رمضان. على كل الاحوال الانسان لو مثلا حرص في شهر شعبان انه يصوم الايام البيض، حرص في شعبان انه يصوم كل اثنين وخميس، فبيكون خير. وكل هذا أحبابنا من باب الاستعداد لشهر رمضان المبارك. إذاعة صوت القدس، صوت حر لشعب حر.